لاحظ كثافة القصف من قبل طائرات الاحتلال الروسي وطائرات ميليشيا أسد الطائفية على مدينة معرة النعمان منذ الصباح الباكر حتى اللحظة. شنت هذه المقاتلات والطائرات المروحية عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة من الريف إدلب الجنوبي بينها مدينة معرة النعمان. نسمع الآن صوت الطائرات الحربية في الأجواء، كانت قبل قليل تتناوب. ايضا نسمع هنا القصف المدفعي بالاضافه لراجمات للطيران الحربي والمروحي. هذه ايضا احدى الغارات ربما من الطيران الحربي وربما تكون قصف مدفعي. حقيقة أربع طائرات كانت تتناوب قبل قليل على قصف مدينة معرة النعمان على الأحياء السكنية في المدينة، بالإضافة أيضا لاستهداف هذه الطائرات لمناطق جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي عموما بالغارات الجوية بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة. طبعا الطائرات لم تغب عن الأجواء نهائيا، بالإضافة إلى كل ذلك تحلق طائرات الاستطلاع في أجواء محافظة إدلب وجنوب إدلب تحديدا لرصد أي تحركات للمدنيين أو لمن تبقى من العوائل في هذه المنطقة ليتم استهدافها. طبعا الطائرات موجودة تنفذ الغارات، القصف الصاروخي مستمر منذ الليل البارح، راجمات الصواريخ التي يتم قصف مدينة معرة النعمان بها أيضا، القصف مستمر حتى اللحظة من الطيران الحربي والمروحي وراجمات الصواريخ على معرة النعمان ومحيط مدينة معرة النعمان. محمد الفيصل، أورينت نيوز، مدينة معرة النعمان، ريف إدلب الجنوبي.